رأي كمان دكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة. دكتور عاصم مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور. يعني يمكن بنتكلم عن التعليم خصوصا احنا عارفين واحنا في ايام الثانويه العامه وما يحدث بقى في هذا المناخ وحالات الهستيريا والبعبع الخاص بالثانويه العامه اللي بيبدا من اول السنه، وكنا بنتكلم على بدائل انه كمان مش بدائل انه يكون كمان التعليم الخاص بيظهر بقوه فتبقى الحاله اكثر هدوءا. حضرتك رايك ايه؟ الحقيقة طبعاً أنا بأيد فكرة التعدد المسارات، لما يبقى عندنا مسارات كتير وطرق كثيرة يمكن أن يسلكها الطالب، ده بيخفف كتير جداً من الأعباء الملقاة على عاتق حتى الأسرة والطالب. تمام. ويمكن وزارة التربية والتعليم كانت بتتبنى مشروع مهم جداً خاص بتطوير الثانوية العامة وتعديلها وفقاً لنظام المسارات. لأنه طبعا احنا متفقين ان الثانوية العامة في كل البيوت المصرية بتمثل رعب للطلاب ورعب لأولياء الأمور وحالات من التوتر والقلق دائما مصاحبة لهذه المرحلة في كل البيوت المصرية. ويمكن ده مرتبط لحد كبير جدا بمفهوم كليات القمة. طبعا احنا بدأ عندنا تحول كبير صحيح. في هذا المفهوم وبدأ يتراجع نوعا ما في الفترة الأخيرة، ويمكن الإضافة اللي وزارة التربية والتعليم هتضيفها بنظام المسارات المزمع إن شاء الله تطبيقه، ده هيخلي برضو مفهوم كليات القمة يبقى مفتت، هو مش هيقضي عليه تماما بالطبع، لأن مفهوم كليات القمة مرتبط بنظام التنسيق واللي بيعتمد على مجموعة الطالب في الثانوية العامة. مظبوط. فهيكون عندنا قمة، لكن ممكن هذه القمة تبقى قمم كثيرة ومختلفة وليس صح. قمة واحدة. صح. وبالتالي وتبقى موازية دكتور عاصم، تبقى موازية كمان لسوق العمل. يعني دلوقتي بالضبط. يعني سوق العمل بقى محتاج يعني محتاج يعني أشكال تانية خالص وتعليم تاني ده في حاجة مهمة، إن أصلا سوق العمل لم يعد قادرا على استيعاب الأعداد الكبيرة من خريج كليات القمة. صحيح. يعني برضو دي نقطة مهمة يجب أن يدركها الطلاب وأولياء الأمور، يعني سوق العمل محتاج تخصصات جديدة، محتاج تخصصات مواكبة للعصر. إحنا دلوقتي المستقبل كله للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في كافة حتى القطاعات، في وظائف في المستقبل مهددة تماما بالانقراض. صحيح. وفي وظائف هيحصل عليها تغييرات كثيرة جدا وتغييرات جذرية. صحيح. طيب انا علشان لكل هذا. صحيح. انا بس عشان نستغل الوقت في وجود ضيفتي دكتوره بوسينة، سؤالي سريعا لحضرتك تعليق سريع عليه. طيب يعني ماذا كمان، يعني بما حضرتك يعني ودراستك علم النفس، مشكلة التعليم مش بس مشكلة التربية والتعليم، مشكلة البيوت كمان، ازاي اقدر انا اشتغل انا كوزارة التربية والتعليم وكبيت مصري وكثقافة مصرية، ايه اللي مفروض اعمله ما بين التلاتة علشان اقدر اغير الفكر بتاع انه طالب الثانوية العامة وهذه الهستيريا اللي بنشوفها؟ النقطة اللي حضرتك بتتكلمي فيها يا فندم نقطة مهمة جدا، لابد من التوعية من قبل وزارة التربية والتعليم، ويكون في تعاون بين الأسرة وبين المؤسسات الثقافية والإعلامية والتربوية المختلفة، ده شيء أساسي. الأسرة بقى تحديدا عليها دور كبير جدا في إن هي تشوف ابنها صح. يعني لازم نشوف أبنائنا صح، قدراتهم إيه؟ إيه اللي بيميزهم؟ يعني لو أنا عندي ابني بيتميز في الأداءات العملية والمهارات اليدوية، ده هيكون ممتاز جدا في التعليم الفني. صحيح. والتعليم الفني دلوقتي فيه كليات ويقدر إن هو يعمل ماجستير ودكتوراه كمان، فيعني التعليم الفني لم يعد كما كان في السابق. طبعا. فأنا أشوف الأول قدرات ابني. بس هو محتاج زقة اجتماعية، يعني يبقى إيه؟ تقول له يا ابني طب ما كملتش تعليمك العالي ليه؟ يعني نفس بالضبط. الشيء. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عاصم حجازي استاذ علم النفس التربوي بجامعه القاهره.